الصيف الثقافية الطبية التطوعية من تنظيم شبكة الجزائرية للشباب وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة الصحة. نحن الآن متواجدين في ولاية بسكرة وبالتحديد في منطقة الحراية في إطار قافلة صحية بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي عقبة. الآن رانا كما تشوفوا في قاعة علاج الشهيد عبد الحفيظ قرار، جبنا مجموعة من الأطباء الأخصائيين في طب الأطفال، في علم النفس السرطان، وفي طب فقر الدم. وإن شاء الله سكينة حراية يستفادوا من العلاج هنا. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رانا كنا مبرمجين قافلة صحية تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي عقبة. درنا اليوم منطقة الحراية وعندنا المنصورية والذيبية وعين الناقة. التحقت بنا القافلة هذه الجاية من العاصمة للشباب. رانا في حملة تطوعية، عندنا أطباء أطفال، أطباء أخصائيين تاع بسيكو سرطاني، وكذلك عندنا أطباء أمراض داخلية، أطباء عمون، دي بسيكولوج، أسيستون سوسيال. ورانا في الفحص إن شاء الله، ورانا ماشي العملية الحمد لله، وعندنا عندنا ربي يبارك ما شاء الله التوافد كبير من منطقة الحرية. ربي يوفقنا إن شاء الله ويوفق من تطوع في العملية. أطباء جينا من ولاية بجاية لسيرشو دو بجاية، دكتور محمود، دكتور بردور، دكتور كويسا. دونك جينا في إطار لكارافان بينيفول اللي نظمتها الشبكة الجزائرية للشباب. في هذا الإطار جينا باش نفحصوا الأطفال هنايا في 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 طب الأطفال المتخصص، هذه أمراض الدم وأمراض الدم، أمراض السرطان عند الأطفال، وثانية مرض السكري وأمراض الولادة. جينا مع الأطباء وساليتك باش نديرو اون فورماسيون، اون فار دي فورماسيون بور لي جينيراليست في هاد الإطار. فوالا دونك بونجور، جي ريزيدونت اون بيديارتي سي دونك جي دون الكادر داك كارافان ميديكال لا اورغانيزي سي ريزو الجيريان دو جونيس. دونك فوالا دونك فيت فار دي كونسلتاسيون بور ايدي لي زونفون كونسلتاسيون سبيسياليزي. Bonjour, c'est Dr. Kouissa, on est de la part du CHU de Béjaïa, on est venu avec notre maître assistant Dr. Rahmoun dans le cadre de القافلة الطبية التطوعية من طرف الشبكة الجزائرية للشباب. جينا لهنا باش نشوفوا الأطفال، فوالا إن شاء الله هنا نقدموا حتى ولو خدمة بسيطة. ان شاء الله يستفاد المريض افونتو ويستفاد ثاني الجينيراليست من فورماسيون ان شاء الله. وكيف كان الاستقبال يعني استقبال هايل، يعني الناس طيبين، انا فرحانه بزاف رانا هنا فرانشمون. والتفاعل مع القافله التفاعل يعني. مليح، مما رانا مع 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 الناس، مع الاطفال، مع الاطباء، مع اصحاب المؤسسه، الله يبارك. معليش، بارك الله فيكم، وإن شاء الله زيارة أخرى إن شاء الله نجم نصوركم. نصيرة باش يكون العمل يعني تاع الفريق الطبي مش كامل، في أيضا جانب احنا متكفلين بالجانب الاجتماعي، الناس كما نقولوا المعوزين، الفقراء، اللي عنده مرض مزمن. ثم التكفل ثاني من جانب كيما كاين جانب اجتماعي، نفسي كاين ثاني جانب اجتماعي نحاولوا نتكفلوا فيه. كيف كان يعني التفاعل مع هذا اليوم يعني بحضور تاع المواطنين؟ والله الحمد لله، يعني راني نشوف ثم عاد كاين مش مصدى يعني كبير، يعني عاد الناس واعيين، كاين باللي كاين في اطباء وفيه كما نقولوا في القافله فيها تقريبا يعني جميع الاختصاصات تاع مثلا اخصائي نفسيين، اخصائي اجتماعي، فيه يعني كبار يعني ما شاء الله. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. شكرا. القافله هذه اليوم كان اليوم كان يوم طبي في قاعة علاج تاع الحراية التابعة لبلدية عين الناقة.
لاحظنا حضور مجموعه عديده من اخصائيين بجميع الامراض، بيناتها مرضى السكري، امراض الاطفال، والطب الداخلي. كان اقبال كبير لاهل القريه، لدرجه اننا كان هناك عدد ضخم من الفحوصات. ونشكر المؤسسة تاعنا اللي قامت بهذه المبادرة، على رأسها مدير المؤسسة، ونشكر الأطباء الحاضرين. لا برمجت من السيد مدير القطاع الصحي تاع سيدي عقبة باش ديروا دورة باش الفحص المواطنين تاع مناطق الضرب. الآن أنا في بدأت في الفحص قضية الحضايا بلدي تعين. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا هذه القافله لاطار التكفل الطبي والصحي الشامل، فيها العديد من التخصصات والاختصاصات، فيها التكفل بالمناطق النائيه، فيها التكفل بالاطفال بصفه خاصه بجميع الاضطرابات التي تخص الاطفال، كذلك هناك تكفل بجميع الاضطرابات التي تخص التي تشمل كبار السن. بالتالي هذا التكفل ولا هذه القافلة هي شاملة لجميع التخصصات وشاملة لجميع التكفل الصحي. على المواطنين يعني الإقبال وكذلك التحمل ولا التقيد بأهم التوجيهات الطبية وأهم النصائح المقدمة من قبل الفرق الطبية. هذا باختصار، وشكرا. السلام عليكم.